السلام عليكم شباب، اليوم راح نحكي على العمليات الرياضية داخل لغة السي شارب. اوكي، بداية احنا سوينا مشروع جديد وراح نعرف متغيرات اثنين، الاي يساوي 10 والبي يساوي 20. نقدر نعرف متغيرات اثنين بهالطريقة، اذا كانوا من نفس النوع الاي والبي من نوع انتجر نحط فارز بيناتهم ونعطيهم القيم، ونعرف متغير ثالث اللي هو سي اللي راح يصير عليه العمليات وينحط به الناتج. اوكي، اول عملية راح ناخذها اللي هي الجمع، نقول سي تساوي اي زائد بي بس. اوكي، خلينا نطبع السي نشوف الناتج. سي سيمي كولوم ستارت، طلع عندنا 30. 20 زائد 10 تساوي 30، اي زائد بي تساوي 30. خليني نشوف الناقص مكان الزائد ستارت، طلع عندنا سالب 10. 10 ناقص 20 سالب 10. نشوف الضرب، 10 في 20 يساوي 200. نشوف القسمة، صفر. ليش 10 تقسيم 20 صفر؟ خلينا نحولها نقول بي تقسيم اي ستارت 2، 20 تقسيم 10 2. خلينا نشوف باقي القسمة اللي هي علامة بالمية، معناها باقي القسمة دو ستارت صفر. اوكي، 20 تقسيم 10 2، جد الباقي صفر. اوكي، اذا سويناها 21، 20 تقسيم 10 2، الباقي جد واحد مثل ما تشوفون طلع لنا. خلينا نشوف باقي العمليات الرياضية، عندنا البلس بلس والماينس ماينس. اوكي، نطبع الاي، الاي مثل ما تشوفون 10. هنقول A بلس بلس، يعني A زائد واحد، A 10 صار 11، زيدنا واحد على A. نفس الأمر ماينس ماينس، يعني 10 ناقص واحد، A ناقص واحد، طلع عندنا 9. أوكي، هاي بعض العمليات الرياضية اللي نستعملها داخل لغة السي شارب.